هذا يسأل عن النقاب والحجاب للمرأة. المرأة مطلوب منها الستر الكامل، تستر وجهها وكفيها وسائر بدنها. أما النقاب والحجاب هذا حسب عادة البلد، إذا كانت نساء البلد تلبس النقاب إنها تلبس مثلهم، بشرط أن يكون النقاب ساترا لوجهها ولا يبدو منه إلا العينين فقط. هذا هو النقاب، أن يكون ساتر للوجه ولا يظهر منه إلا العينين فقط. فإذا كان البلد يلبسون هذا فلا بأس. أما إذا كان عادة البلد يلبسون الحجاب الكامل الذي يغطي الوجه كله فإنها تمشي على عادة البلد ولا تخالف ذلك.